ما شاركت بأي عمل سياسي غير الحراك المدني يلي كان فعال ببداية الثورة. السياسة ممكن تاخدك على أماكن ما بدك تكون فيها. ما كنت أتخيل أبداً أني أترك البلد، ولما بلشت الأحداث صرت متعلقة بسوريا أكتر، بقدر ساعد العالم هون. أنا وكتير عالم مثلي عرفنا أنه فينا نعمل شيء. الشيء اللي شفناه بسوريا كان مرعب على كل الأصعدة: الفساد، الكبت، قمع الحقوق، سرقة الممتلكات. بس ما في شريحة ضررت أكتر من النساء والأطفال. كنت من بين يلي اشتغلوا مع مبادرات اجتماعية مختلفة من الأيام الأولى للمظاهرات. بلشنا نجتمع مع النساء الموجودين بالأماكن اللي انقصفت ونعلمهم التطريز والحياكة ليقدروا يعتمدوا على حالهم. صار يجي وافدين جداد لعنا على الحي، وصار سكان الحي الأصليين يحسوا إنه عم يفقدوا امتيازاتهم. كل حدا إجا بقصة: أنا سني، أنا شيعي، وأنا من المكان الفلاني. وهي الأحاسيس ازدادت خلال الأحداث. من البداية النظام لعب على وتر الاستقطاب الطائفي، بس شغلنا أبعد من الهوية الطائفية. الحيادية رقم واحد هون. كان في مجموعة كبيرة من الأطفال ما عم يروحوا على مدرسة. هدول مسؤوليتنا، لازم نحميهم، ناخدهم من الشوارع. ولاحظنا أنه التعليم كان عم يصير أهم شيء. بلشنا نجمع الأطفال بالبيوت ونعلمهم. كنا 5 متطوعين تقريبا، كانوا محتاجين بيئة مناسبة يحسوا فيها بالانتماء. لقينا بيت كتير بسيط نظفناه، وقدرنا نشتري شوية كراسي وطاولات من التبرعات. ما كان عنا أي ترخيص للشغل، كل شغلنا كان تطوعي. ساعدنا طلاب يرجعوا على المدرسة، وساعدنا يلي كانوا عم يقدروا يروحوا على المدرسة بس عم يواجهوا صعوبات. قدرنا نخلق جو اجتماعي حلو، وقدرنا نرجع نحيي روح التعاون بين الطلاب يلي كانت مفقودة. خلال أوقات الحرب الأطفال بتعيش تجارب عنف بالبيت أو براته. نظمنا أيام مفتوحة للأطفال حتى يستمتعوا بالرقص والموسيقى. في بنت صغيرة بلشت تبكي. سألناها ليش عم تبكي؟ قالت الصوت عالي كتير مثل صوت القذائف والقنابل. لنقدر نعوض عن سنين التعليم الضايعة كان لازم نمرر المبادئ الأساسية للأطفال. لازم نخلص السنتين بسنة واحدة. في كتير شغل وفي كتير طموح، ما بعرف قديش فيني أقدم، بس بحس حالي إني على الطريق الصحيح. بحس إني عم ابني حجرة فوق حجرة، وأنا كتير سعيدة بالفريق يلي أنا جزء منه. بشكل عام أنا كتير سعيدة بحياتي. هاي نقطة ببحر، بالرغم من هيك بعتقد أنه النقطة أحسن من ولا شيء. إذا علمت طفل واحد ليش ما بتعلم 200؟ بتعلمهم كيف يقروا ويكتبوا ويرسموا يفكروا، بتعلمهم موسيقى. هذا الجيل يلي بده يورة سوريا. منعلمهم كيف يختلطوا مع بعض، كيف يتقبلوا بعض، وكيف يسامحوا مثل ما تعلمت أنا.